طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي في محاضرة جديدة في اللي هو شابتر 4، وطبعا شابتر 4 بيتكلم عن الميديكالي امبورتنت بكتيريا. وتكلمنا المحاضرة الماضية عن اللي هو بداية عن الكوليفورم، والمحاضرات طبعا بتاعتنا نزلنا لكم اياها على قناة الجامعة. بإمكانكم تنزلوا على برنامج الموديل او على قناة الجامعة وتتبعوا المحاضرات المسجلة. فالمحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن الزيكونيال فورم، وتكلمنا عن النوزوكوميال اللي هي بسموها انفكشنز. لما تكلمنا عن نوزوكوميال انفكشنز تكلمنا عن شيء بسموه الهوسبيتال اكوايرد انفكشنز، بمعنى اخر العدوى التي تنتقل الى المريض عبر المستشفيات. وطبعا تكلمنا عن اللي هي اهم انواع مسببات النوزوكوميال انفكشن، واللي هي العدوى المنتقله عن طريق المستشفيات. ومن اهم اللي هو المسببات اللي هي النوزوكوميال انفكشن، وجدوا انه مجموعه من البكتيريا تسمى الكوليفورم وليبروتيس اللي هي باسيلاي، ووجدوا انه هذه البكتيريا بتسبب 29% من النوزوكوميال انفكشنز في الولايات المتحده الامريكيه. وجدوا انه معظم المناطق اللي بتسببها او معظم الاصابات اللي بتسببها النوزوكوميال انفكشن هي بتصيب اللي هو الجهاز البولي اليورين تراكت والسيرجيكال سايتس اللي الاماكن الجراحيه او اماكن ما بعد العمليات الجراحيه والجروح، وبتصل للبلاد ستريم للدم، وبتسبب كمان نيومونيا والالتهابات الرئويه. كلمنا لكم كمان عن الجروب اوف نوزوكوميال باثوجينز اللي مجموعة البكتيريا اللي هي المنتقلة إلى المريض عبر المستشفيات، وجدوا أنها مسؤولة عن 46% من اليورين تراكت انفكشن و 24% من السيرجيكال سايت اللي هي الأماكن الجراحية، و 17% of the bacteremias اللي هي البكتيريا الموجودة في البلد، و 30% من نيومونياز كلها بتسببها اللي هو النوزوكوميال باثوجينز. الإيكولاي وجدوا إن هي البريمير نوزوكوميال باثوجين. بريمير يعني هي التوب أو أعلى نسبة من الإصابات من البكتيريا اللي هي تنتقل عبر المستشفيات، سببها هو البكتيريا اللي اسمها الشريشيا كولاي. الشريشيا كولاي تعتبر من أهم أنواع البكتيريا المكونة للكوليفورم. لما نتكلم عن كوليفورم نتكلم عن بكتيريا بتعيش بشكل طبيعي في البراز، وطبعا لما تخرج الى خارج الجهاز الهضمي او خارج اللي هو الامعاء الرفيعه خارج جسم الانسان تتحول الى بكتيريا ممرضه وبسموها كوليفورم. من اهم انواع الكوليفورم اللي بتسبب النوزوكوميا الانفكشن اللي هي الاشريشيا كولاي. فينا نوع ثاني مهم جدا وبسبب من انواع البكتيريا اللي هي تسمى الكوليفورم اللي اسمه كليبسيلا. الكليبسيلا طبعا عباره عن جينيس ومنه انواع مختلفه سبيشيز مختلفه. من اهم انواع السبيشيز اللي هو اسمه نيومونيا، واللي هي بسموها كليبسيلا نيومونيا. الكليبسيلا نيومونيا بتسبب نيومونيا، والنيومونيا المقصود فيها هي التهابات الرئويه. وفي عندنا انواع اخرى من الكليبسيلا اللي هي اسمها كليبسيلا رينو سكلروماتس، واللي هي طب بتسبب اللي هو بسموها رينو سكلروما، واللي هي عبارة عن التهاب يعني بتصيب اللي هي المناطق الجلدية، بتسبب كرونيك جرانيولوموتس كونديشن. ملاحظين في الصورة هنا انه في اللي هي الفتاة المصابة بهاي البكتيريا في ظاهر بروز او بسموها جرانيولوموتس اللي هي عبارة عن اللي هي نتوء جلدية، وهذا ناتج عن وجود البكتيريا واصابتها في اللي هي النوز. وكذلك ممكن تصيب الاذر اللي هي ستراكشرز زي الابر ريسبيرتوري تراكت، بتصيب اللي هي القناه التنفسيه الجزء العلوي اللي هو منطقه الحنجره واللوزتين،
وجدوا أن هذه البكتيريا اسمها اللي هي كليبسيلا رونس كلوماتوس من أهم مسببات هذه الأنواع من الانفكشن. فينا نوع آخر من الكليبسيلا سبيشيز اللي هي أوزونيا. والكليبسيلا أوزونيا اللي هي وجدوها associated with أوزينا. والأوزينا عبارة عن atrophic disease of the nasal mucosa. وجدوا أنها بتعمل atrophy. والأتروفي هو عبارة عن تلف نسيجي في منطقة الأنف، وكذلك بتظهر يعني نفس الشكل ظاهر على الصورة إنه في الأنف في مناطق اللي هي صار لها زي اللي هي الخلايا أو النسيج صار لها اللي هي تدمير، بالإضافة لوجود نتوء، وهذا النتوء طبعاً بتكون سببها وجود اللي هي البكتيريا هذه وتسببها اللي هو الإنفكشن. وجود الانفكشن بيؤدي الى تلف نسيجي في المناطق المصابه، وطبعا بسبب اتروفيك ديزيز اوف ذا نيزل ميوكوزا. اتروفي تعني اللي هو سيل ديث، اتروفي معناته النسيج اللي هو داخل النيزل كافيتي او المناطق المبطنه بسموها الميوكوزا بصير لها عمليه اللي هي ديستراكشن تدمير، وبالتالي تظهر على شكل زي نتوء في داخل انه النيزل اللي هي تراكت في القناه التنفسيه. طيب نيجي للاستراكشر والكلاسيفيكيشن والانتيجينيك تايبس. لمين؟ للكوليفورمز اللي هي تكلمنا عنها بدايه، قلنا الكوليفورمز تعتبر من اهم انواع البكتيريا اللي بتسبب مشاكل الانسان اللي بتعيش في الاستول في البراز بشكل طبيعي، وإذا خرجت إلى أماكن خارج هذا الخارج اللي هو الجهاز الهضمي طبعاً بدها تسبب infection. من اللي هي الأنواع هذه اللي احنا سميناها الكوليفورم والبروتياس، هدول الأنواع المختلفة من الكوليفورمز والبروتياس هي عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي، يعني هي عبارة عن بكتيريا من نوع الجرام نيجاتيف وشكلها باسيلاي يعني عصوي. حكينا عن الجرام بوزيتيف شكلها بيكون كروي في معظمها زي الستريبتوكوكس والستافيلوكوكس، ولكن هذه الانواع اللي هي اشد مرضيه من الجرام بوزيتيف نوعها عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي. ويا ريت اللي مشغل الكاميرا يسكر الكاميرا يا سيد الفاضل. هذا النوع اللي هي من اللي هي الكوليفورمز والبروتياس ما عدا الكليبسيلا ار فلاجيليتد. ار فلاجيليتد يعني لها اصوات يعني متحركه، يعني كل الانواع الكوليفورمز والبروتياس كلها لها اصوات ما عدا اللي هي الكليبسيلا. الكليبسيلا عباره عن جينيس، حكينا انواعه وتكلمنا عن انواعه من اهم انواع الكليبسيلا نيومونيا. وطبعا هاي الكليبسيلا وجدوا اللي هي الجينيس تبعها عباره عن اللي هي انفلاجيليتد، يعني لا تحتوي على اصوات، يعني بمعنى اخر اللي هي نون موتايل غير متحركه، بينما الانواع الاخرى وجدوا انها الاصوات ومتحركه. طبعا وجود الاصوات والحركة تعتبر عامل من عوامل السمومية في اللي هو هاي البكتيريا. فالفيريلانس اللي هي المرضية عادة بتعتمد على وجود اللي هي الاتاشمنت باللاي واللي هي عبارة عن أهداب، وهذه الأهداب طبعا اللي هي تلتصق في المكان اللي هي البكتيريا تحاول إنها تهاجمه. وطبعا هاي البلاي تعتبر صفة من صفات اللي هي بسموها المرضية أو مسبب المرضية بسموه الفيريلنس فاكتور. ووجدوا كمان أنه هذه الفيريلنس اللي هي الحالة المرضية اللي بتعتمد على وجود البلاي can be characterized by specific heme agglutinating reaction، ممكن إحنا نتعرف عليها وتتميز هذه البلاي بإحداث بسموه هيم أجلوتينيتينج رياكشن، يعني بمعنى آخر إحداث حالة من التجلط أو الارتباط مع اللي هي الخلايا الدم اللي هي كرات الدم الحمراء. واضح شباب؟
مفيش صوت يا دكتور. سيبك من الصوت واسمع. بالنسبة للباثوجينيسيس للشيريشيا كولاي وجدوا انه في سبيسيفيك سيروتايبس، يعني بمعنى اخر في انواع معينة من الكوليفورمز اللي احنا نتكلم عنها لاحقا، وهذا طبعا سؤال تسألوا عنه، ايش يعني بنقصد بالكوليفورمز؟ ما هي الكوليفورمز؟ وحكينا لكم مسبقا ايش يعني كوليفورمز، وتكلمنا عنها وقلنا الكوليفورمز والبروتيس إلها أنواع محددة، وطبعا هذه الأنواع المحددة إلها عوامل ممرضة، وهذه العوامل الممرضة often preferentially infect specific extra intestinal sites، يعني بمعنى آخر وجدوا إنه هذه البكتيريا اللي هي أساسا بتعيش في الأمعاء الرفيعة والغليظة، ووجدوا إن هذه البكتيريا بتهاجم مناطق أخرى خارج الجهاز الهضمي وطبعا بتصيبه، وطبعا إذا طلعت من الجهاز الهضمي بإمكانها تعمل له إصابات ممرضة وشديدة المرضية. من هاي الأنواع الإشريشيا كولاي باسيلاي اللي عبارة عن extra intestinal infections، يعني بمعنى آخر ممكن إنها تخرج، إذا خرجت من القناة الهضمية ووصلت لا اللي هي الأماكن أخرى وجدوا إنه إلها عوامل مرضية، وهذه العوامل المرضية تسمى soluble and cell bound homolysins، يعني بمعنى آخر تفرز سموم، وهذه السموم طبعا بتعمل ارتباط على الخلايا المصابة وبتعمل بسموها cell bound homolysins، يعني بمعنى آخر بتكسر خلايا الدم وممكن تظهر على شكل أو تسبب وجود إيش بيسموه سيدروفورز وكابسولز أديرانس باللاي. إذا عندنا البكتيريا هذه الإشريشيا كولاي اللي هي إذا وجدت خارج الانتستن بتعمل إنفكشنز، ومن هاي الإنفكشنز أو مسبباتها وجود السوليبل and cell bound homolysins اللي عبارة عن سموم محطمة لا اللي هي كرات الدم الحمراء، وأنواع أخرى من السموم تسمى سيدروفورز، وكذلك الكبسول اللي هي بتمنع البلعمة والأدهيرنس باللاي، كلها تعتبر عوامل مرض ممرضة وتعتبر سبب من أسباب المرضية الباثوجينيسيز للإشريشيا كولاي. طيب الهوست ديفنسز، كيف الجسم بدي يقاوم اللي هي الإصابة اللي هو البكتيريا اللي هي الكوليفورمز والبروتياس؟ وجدوا ان الكوليفورمز والبروتياس سبيشيز rarely cause extra intestinal disease، يعني من النادر انها تنتقل الى مناطق اخرى خارج الانتستن unless host defenses are compromised، يعني بمعنى اخر يعني صعب انها تصل لمناطق اخرى الا اذا كان الانسان أو الشخص اللي هو طبعاً انتقلت إله ما عندوش إمكانية أو قدرات مناعية إنه يقاوم وجود هاي الميكروبس. الآن كمان سبب آخر اللي هي الأسباب المرضية اللي هو disruption of the normal intestinal flora. طبعاً هذه البكتيريا تسمى normal intestinal flora، يعني بمعنى آخر بكتيريا بتعيش بشكل طبيعي داخل الأمعاء، ووجودها في الأمعاء له فوائد وإيجابي اللي هو أجسامنا، ولكن أي disruption يعني بمعنى آخر أي اللي هي خلل في نشاط هذه البكتيريا عن طريق استخدام اللي هو الأنتيبيوتيك ثيرابي، يعني بمعنى آخر وجود استخدامنا للأنتيبيوتيك ثيرابي بشكل كبير كويس، وهذا اللي هو استخدامنا للأنتيبيوتيك بشكل كبير وغير مدروس بيؤدي إلى خلل في نشاط هذه البكتيريا، وبيخلي هذه البكتيريا يصير عندها resistant nosocomial strains to colonize or overgrow، يعني معنى آخر البكتيريا اللي هي هذه اللي هي تعتبر وجودها طبيعي في الجسم بتروح تتحول إلى بكتيريا أشد مرضية، وخاصة اللي هي طبعا بتكون موجودة وعاملة اللي هي تلوث في المستشفيات،
وطبعا هذه البكتيريا اللي هي الآن خرجت من الأمعاء ولوثت الأرضيات أو الأماكن الأخرى في اللي هو المستشفيات نتيجة استخدام الأنتيبيوتيك الغير سليم أو استخدام مضادات حيوية قوية جدا، أدت إلى أنه هذه البكتيريا إنها ينتج عنها أنواع جديدة، وهذه الأنواع الجديدة صار لها حالة من الطفرات الجينية وأدت إلى وجود حالة من السمومية اللي هي الأكثر من إنها لو ظلت نورمال فلورا بشكل طبيعي. وطبعا هذا الكلام بيحصل عادة لما المريض بيأخذ مضادات حيوية بشكل غير مضبوط أو غير أو بيأخذ المضادات الحيوية بشكل غير مستمر. الطبيب بيوصف جرعة مضادات حيوية لفترة زمنية معينة، المريض بدل ما يأخذ يعني لو طلب منه الطبيب يأخذ 5 أيام متتالية 3 حبات في اليوم 4 حبات في اليوم، المريض بحس حاله أخذ مرة مرتين راق خلاص ببطل يأخذ مضاد حيوي، فالبكتيريا طبعا هذه تتحول إلى بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي أو أخذ المريض مرة أخرى. السكن والميوكوزا may be broken by disease. طبعا الجلد أو الطبقات المبطنة لا اللي هي الأعضاء ممكن يصير لها عملية دمج أو تلف نتيجة وجود الميكروب. الميكروب حكينا عشان يصيب الإنسان أول إشي يلتصق ومن ثم يبدأ يتكاثر ومن ثم يبدأ يفرز اللي هي السموم، وهذه السموم طبعا إما إكسوتوكسينز أو إندوتوكسينز أو إنتيروتوكسينز كلها بتسبب اللي هي تلف لمين؟ للطبقات المبطنة للأعضاء الداخلية. إذا السكن والميكوزا may be broken by disease يعني الطبقات الجلدية المبطنة للأعضاء ممكن يصير لها تلف نتيجة الإصابة البكتيرية. ممكن يكون هذا التلف كمان يسبب وجود التروما. التروما عبارة عن صدمة، واحد يعني تعرض لصدمة، إما واحد وقع مثلا أو تعرض لكدمات، كل هذا هتؤدي إلى تلف في النسيج وبروكن إله، وبالتالي هيؤدي إلى فرصة لنمو البكتيريا وتكاثرها في هاي الأماكن. العمليات الجراحية الأوبريشن، واحد عامل عملية جراحية فبالتالي بصير عرضة لمين؟ للبكتيريا اللي موجودة في الأسطح الخارجية على الجلد أو في الهواء إنها إيش تنتقل وتصيبه. الفينس كاثرايزيشن، لو واحد مركب كاثيتر والكاثيتر اللي هو عبارة عن يعني زي اللي تستخدم في اللي هي الحصر البولي، كاثيتر اللي هي عبارة عن زي الدعامات اللي بركبوها لمرضى القلب، أو بعض الأحيان بركبوا الكاثيترز عشان مريض بيقبع عنده حصر بول فبالتالي بيصير عنده إضرار للبول، بالتالي هي تعتبر يعني مكان أو فرصة للميكروب إنه يدخل ويتكاثر في داخل هذه الأماكن. التراكية الانتوبيشن، لو واحد عنده مشكلة في التنفس وبركبوا له تراكية الانتوبيشن يعني عبارة عن تيوب، وهذه التيوب بتكون عاملة زي انبوبة خارجية لإدخال الهواء إلى المريض عن طريق اللي هو الحنجرة، وبالتالي هذا عرضة إن البكتيريا تدخل وتصيب الإنسان في اللي هو الجهاز التنفسي. الميونوسابريسيف ثيرابي كذلك اللي هي عبارة عن علاجات المثبطة لجهاز المناعة، زي مثلا الناس اللي عندهم فشل كلوي أو ناس واحد زارع كلى بيعطوه ميونوسابريسيف ثيرابي علاجات مثبطة لجهاز المناعة عشان يقدر جسمه يتقبل اللي هو جسم غريب زي زراعة الكلى، أو الناس اللي بياخدوا كيموثيرابي بصير عندهم ضعف اللي هو جهاز المناعة نتيجة استخدام الكيموثيرابي اللي بتدمر الخلايا بشكل كامل اللي هي خلايا السرطانية والخلايا العادية، فبالتالي بصير عند المريض ميونوسابريشن اللي هو نوع من تثبيط لجهاز المناعة. الناس الكبار في العمر مناعتهم ضعيفة، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، كل ما دول إيش بيكونوا increases the risk of infection. اليوم بتكلموا عن الكورونا بيقولوا إنه الناس الكبار في العمر، الناس اللي عندهم مشاكل في المناعة، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال الصغار كتير، كل ما دول عرضة للإصابة بالكورونا أو بالإصابة بالبكتيريا نتيجة ضعف جهاز المناعة. كل هذه طبعا من الأشياء اللي هي طبعا بتسبب يعني زيادة الحالة المرضية عند المريض. طيب الإبديميولوجي، الحالة الوبائية للكوليفورمز،
الحالة الوبائية طبعا اللي هي كيف المرض ممكن ينتشر ويصيب أعداد أكبر. والحالة الوبائية للكوليفورمز البروتياس انفكشن تشمل many reservoir and modes of transmission، يعني في عنا عدة أطراف لها دور في انتقال اللي هو العدوى وحاملة لها اللي هي العدوى، زي مثلا اللي هي الإصابات ممكن تكون عن طريق نواقل، زي مثلا الحيوانات ممكن تكون طرف، الأدوات الجراحية ممكن تكون طرف في نقل العدوى إلى المريض. فالإنفكتينج أورجانيزم may be indigenous or exogenous، ممكن هذا الميكروب اللي ممكن ينتقل للإنسان ممكن يصيب الأعضاء اللي هي الداخلية، ممكن يكون exogenous يصيب اللي هي الأجزاء الخارجية. عملية انتقال اللي هو الانفكشن ممكن تكون مباشرة أو بشكل غير مباشر. الفيهيكلز النواقل تشمل الهوسبيتال فود، الأكل اللي بيأكل المريض ممكن يكون سبب من أسباب العدوى. الإكويبمنت الأجهزة، زي مثلا بتركب له المريض محلول، بتقيس له الضغط، بتركب له تعطيه إنجكشن، أي وسيلة جراحية ممكن تكون سبب من أسباب اللي هو النقل الإصابة. الانترافينس سوليوشن اللي هي طبعا أي محلول بخش عن طريق الوريد ممكن يكون سبب من أسباب العدوى. الهانز اوف هوسبيتال بيرسونال، الايدين الممرض الطبيب اللي بيتعامل مع المريض لازم تكون ايديه نظيفه طبعا. الهاند ووشينج مهم جدا، ولبس الجلوفز ما بين كل مريض ومريض، والهاند ووشينج اكثر اشياء اللي منعا للعدوى. النوزوكوميال سترينز اللي هي الانواع اللي حكينا تنتقل للمريض عن طريق المستشفيات بشكل سريع، بروجريسيف كلونينايز انتستين بشكل سريع، لو كانت انتقلت للمريض بتبدأ تستوطن في الأمعاء وفي الفرنكس اللي هو في الحلق والحنجرة، وطبعاً بتخلي المريض اللي هو طبعاً جاي عشان بمشكلة بسيطة بتعمل له increase length of stay in the hospital، يعني المريض محتاج يضل في المستشفى لفترات طويلة، وبالتالي بتأدي إلى زيادة اللي هو risk of infection. الدياجنوسيس، كيف أنا بدي أشخص اللي هو المريض هل عنده اللي هو infection ولا لا، وخاصة اللي هي زي الكوليفورمز والبروتياس. الكلينيكال بيكتشر بتعتمد على السايت اوف انفكشن، مكان الإصابة. التشخيص طبعا بيعتمد على اللي هي عملية عمل مزرعة للأورجانيزم كالتشرينج، وكذلك على البيوكيميكال والسيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن. نتعرف عن طريق الفحوصات اللي هي المناعية، بنقدر نتعرف الميكروب موجود ولا لا عند المريض. في عنا أنواع اللي هي فحوصات أخرى اللي هي ممكن نستخدمها للكشف عن الميكروبس، وهذه طبعا الفحوصات مرتبطة بالعوامل الوراثية زي إيش بيسموه البي سي آر. كيف أنا بدي حد من انتشار المرض؟ من أفضل الطرق اللي هي الهاند ووش. الهاند ووشينج لازم يكون كيرفولي ما بين كل مريض ومريض. الفاكسينز كذلك مهمة في الهايبر إميون سيرا are not currently available، يعني ممكن نعطي تطعيمات أو ممكن نعطي تطعيم من اللي هو شخص عنده مناعة على شخص ما عندهش مناعة ولكن الآن غير متاح. في أن استخدام الأنتيباتكس المضادات الحيوية تعتبر من أهم الطرق لمقاومة اللي هي العدوى، وطبعا هذه ناتج عن اللي هو وجود أنواع من البكتيريا بسموها لها drug resistant، وطبعا وجود الدراج resistant عادة ممكن يكون سبب وجود البلازميد عند البكتيريا، وهي طبعا تعتبر من الأسباب الرئيسية لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. الآن أنا بأكتفي الآن بهذا القدر، إذا حد فيكم عنده سؤال بإمكانه يسأل. أنا حفتح المايك الآن للجميع، اللي حاب يسأل ممكن يسأل قبل ما تنتهي المحاضرة. الآن يا شباب بنات اللي بدي يحكي إمكانه يرفع. طيب